عندنا واحد المسؤوليه تجاه التلاميذ ديالنا، نوعيو الاناث والذكور ها كيفاش، ها شنو خصك دير، ها شنو ما خصكش دير، كل ما عنده علاقه بالبلوغ ديال البنت ولا البلوغ ديال الولد، ها شنو ماشي عيب. نعرفوهم على شنو جايهم في المستقبل، شنو غيكون في المستقبل. راه ما تنساوش بان البنات كيجيهم سن البلوغ ملي كيكونوا في السادس، يعني واجب انك تهضري لهم على بزاف ديال الامور اللي ممكن توقع ليهم وهم ما عارفينش العواقب ديالها. كانت كتقري وكتشتغل باحدى المدارس وعندها تلاميذ ديال المستوى السادس. كانت عندها واحد البنيته عندها 13 سنه، بلغات هذيك البنيته وهي كتقرا يعني كتقرا في السادس، عايشه مع الوالدين ديالها. والديها ناس دراوش، ناس بسطاء، ناس عاديين جدا، ما يعني ماشي دوك الناس اللي فايقين بزاف ولا عارفين. الراجل مسكين طالب معاش ومقاتل مع الزمان، المراه حتى هي مسكينه في الدار كتقاتل مع الوليدات ومع هذا ومع هذا. ما كاينش شي واحد اللي غيوعي ديك البنيته بان ربما عايشه واحد الحرمان من بزاف ديال الامور، ما عندهاش مثلا ما تلبس، ما عندهاش سبرديله بحال الكرانات، ما عندهاش كذا، ما عندهاش هادي، بزاف ديال الامور اللي هي ربما ما قدرتش توصل ليهم. شنو ولات كدير؟ كتجي للمدرسه كتشوف كرانات، ربما كتشوف البنيتات كيفاش عايشين من هنا من هنا، كنشوفوا ديك البنيته مره وكتغبر كتمشي للطواليت وكترجع زعما عاديه فين كنتي، راه كنت في الطواليت كتعطل شي شويه كنقولوا راه كتلعب واقيلا بالماء ولا كتلعب كذا وكذا، كترجع. واحد الوقيته هذيك البنيته انقطعت على المدرسه، كنصيفطوا لوالديها والو، كنصيفطوا لدارهم والو، اودي تجي تقراي اودي راه بغيناها تجي تكمل الحشومه، دابا هذه عتبه الاعدادي دوز السادس وتمشي والو. الاخبار لا اثار البنت صافي، والديها قال لك داك الموضوع سدوه ما كاينش، ما عندنا ما عندكم غرض تبكذا تبكذا. شنو كان كيوقع؟ البنيه كتدخل تقرا، الوقيته ديال الاستراحه كيستدرجها الحارس ديال المدرسه، شاب يلاه طالع في الجهد جاي دايرينو جالس حارس ديال المدرسه عادي مكلف بالاقسام، كي ينقي وينظف وحارس على الباب كيرد البال مع التلاميذ، يعني كيدي الوثائق من الاداره اللي عند الاساتذه الى اخره، يعني كيكون الانسان الامان التام. حارس المدرسه راه كيكون في مقام الاب، هذاك حارس المدرسه عاطينو واحد السكن تما في المدرسه. ربما البنيته في الوقيته ديال الاستراحه تيقولها اجي شطبي ليا، اجي ديري ليا كذا، مره يعطيها بيمو، مره يعطيها دانون، مره يعطيها كذا، مره يعطيها كذا، علم الله باش طمعها. البنيه باقا صغيره طفله تتلعب، ما فهماش، ما عارفاش شنو هي الحياه، ما عارفه كلشي عندها لعب. علم الله شنو قال ليها وكيفاش كلا ليها مخها حتى ولفات تمشي لعندو. وكانوا مره كيجيو البنات كيقولوا راه مشات عطاها بيمو حنا ما عطاناش، عادي ما كانش الموضوع كيثير الشبهه. واحد شويه البنت خرجات من المدرسه، مالكي ما تمالكي صافي ما بقيتش بغيت نقرا، ما عجبتنيش المدرسه، ما عجبتنيش المدرسه. اشنو وقع؟ كتمشي ملي كتخرج من الدار كتقول لهم انا غادا نلعب، كترجع لعندو ملي كتخول المدرسه كتدخل لعندو وكتجلس معاه دوك الجلسات الحميميه. كنقول لكم طفله دريه صغيره ما تتفهم والو، راه تتلعب بالنسبه لها حتى هذيك المسائل راه داخله في اللعب، حتى ديك العلاقه الحميميه ولا شي حاجه غادا توقع راه ما فهمهاش هي، هذاك الشيء كله لعب كاشكاش. السيد كيديها وكيستدرجها عنده تيدخلها لتما، كاينه ولفات رجلها على ديك البلاصه. ملي غيوقع ما يوقع واحد النهار، ربما السيد عنده شي انحراف معين، ربما عنده شي ميول معين، داها واحد النهار جات عنده اغتصبها وعطاها سلخه ومشات للدار تترعد، ما قدرت تهضر مع امها، ما قدرت تهضر مع باها، جاتها السخانه طاحت في الفراش 3 ايام. البنت كتهز وكتحط من الفراش كتموت، ما بقاش كتقدر لا تهضر لا تاكل لا حتى شي حاجه، وكترعد وهي كتغوت كتنعس بالليل. امها قالت لها واه بزاف كيجيها الوجع بزاف، يعني البنت ما بقاتش هي هذيك. مشات الام داتها عند الطبيبه، الطبيبه بالحنكه ديالها دخلاتها بدات كتهضر معاها من هنا من هنا. الطبيبه ملي كتجي مثلا تقيسها في كرشها ولا شي حاجه البنت كتقفز كتخلع كتقول لا 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 بلاش، هي دير لها طران في دماغها. هاد البنت عندها شي حاجه، جراتها وعطاتها ربما شي حليوات ولا هذا وقالت لها بنيتي عاودي لي انا بحال امك، راه ما غنهضر ما غنقول حتى شي حاجه، شنو كاين؟ قالت لها انا كنت كنمشي عند هذاك اللي في المدرسه وتعطيني الحلوى وبيمو ودانون وتلعبوا انا وياه كاشكاش وتلعبوا حبيله وتلعبوا حابه وتتخبى عليا وتتخبى عليا. اياه على الاقل اخويا فين تمشي؟ طمعتي لنا بنت 12 عام 13 عام على لك الشيطان، على ما لقيتي ما يدار زعما والو، 13 عام اخويا راك تولد بنات السيفة، كيجيك لبالك هذيك بنيته كتلعب في الزنقه؟ كتجيك لبالك مثلا انك تغتصب طفله في داك السن اغتصاب طوعي، يعني درتي لها المصيده جيتي
اخر مره فاش غيوقع داك المشكل عطيتيها قتله، ربما ما استجبتش لدوك النزوات ديالك، شدها زيرها من هنا ومن هنا، ربما دار فيها شي لاطراس من هنا، مهم زرق ليها لحمها، دار شي ممارسات ماشي هما هادوك. مشات عند الطبيبه، يلاه الطبيبه حيدت لها حوايجها، بان لها الجسم طبا، قالت لها واش امك ضرباتك؟ باك ضربك؟ قالت لها لا لا سكتي سكتي. ملي قالت لها وانا كنت كنمشي عنده تلعبوا انا وياه، وملي ما عجبوش هذاك اللعب اللي كنا كنلعبوا هو يصوتني، صوتها، اغتصب البنيته ضربها كمدتها في قلبها. الطبيبه قلبات شافت الامور، قالت لها بنيتي جلسي هنا ما تخافيش، ما كاين حتى حاجه، هذه الدنيا هانيه. جلسات، خرجت الطبيبه بانت لها المراه ربما فافيه، ربما ما غاداش تكون قد المسؤوليه، قالت لها دابا تعيطي لي راجلك دابا، اش كاين؟ ما كاين ياك والو، بس بنتي عندها شي حاجه. قالت لها كنقول لك عيطي لراجلك دابا يجي. عيطت لراجلها جا، حكيك لها بس شنو اولياك ماشي مرض خايب ياك ما هاد البنيته فين كتمشي؟ المدرسه، تخرج تلعب حدا الدار وتترجع، كتمشي عند صاحبتها بنت فلانه وبنت فلانه. هاد البنيه راه مغتصبه، ماشي مغتصبه مره واحده، هاد البنيه راه مولفه تيوقعوا عليها هاد الممارسات الشاده اكثر من مره وجوج وثلاثه واربعه. هاد البنيه راه مولفه تتمشي لهاد البلاصه، ولكن اخر مره هاد السيد شدها وغصبها على شي حاجه اللي ما بغاتهاش، وعطاها قتله وزرق لها لحمها كامل. المهم هاد البنيته راه شي حاجه ماشي هي هذيك، حيحات طاحت بالعظام الام، الراجل تيضرب في راسو، المهم واحد المندبه واحد الكارثه. شدوا البنيه جروها، جاو الاساتذه ديالها، يعني المدرسه الله يكثر خيرهم، لان الاساتذه استاذ والاستاذه كيكون انساني قبل ما يكون استاذ او موجه تربوي او كيكون عنده واحد الانسانيه في قلبه. جاو الاساتذه يعني دخلوا في الموضوع وديا، شكون ما تشكون ياك لاباس ما ياك لاباس، خافوا من الفضيحه، لان داروا البنت حلقه وحامله، بنت 13 سنه حامله، بنت 13 سنه غيكبر شي حاجه في الاحشاء ديالها، وهي طفله، هي براسها دريه صغيره باغا تلعب. هاد الناس اللي بحال هكا، ما زعما العقل ديالك شنو كيجيب لك؟ واش يجيك النعاس كتنعس عادي ما عندكش مشكل انك اغتصبتي طفله، حرمتيها من طفولتها من براءتها من ما هذا خصو الاعدام؟ شنو الكارثه هادي؟ خافوا من الشوها، لا واه الشوها بكرشها غتكبر، ويلي مهمتي مهمتي اش نديرو؟ جيبوا طيحوا العيران، جيبوا الحولي، اجيو رغبوا وزوقوا، دخلوا الاساتذه في الموضوع. جات هو جاب حبابه ولا ما نعرف شكون، مشى ورغبوا وطلبوا وزوقوا، دارت هي العماريه وركبت في العماريه وفرحات ونشطات ونقشات، لان طفله فرحانه براسها رانا تجوج، وداك السيد كنت كنمشي عنده مولفه قدام الناس بانها تجوجات وبان الموضوع تستر وما كاين حتى شي مشكل، تجوج بها. مشات لعندو، راحت لعندو، بقى عاطيها حلاوة اللسان وسكات وهانيه الامور، ما كاين حتى شي حاجه، حتى ولدات دازت الامور بسلام، دار كاغيطو اموره، ما كاين حتى مشكل، ما كاين دعوه، رقد الموضوع، ما كاين والو. يوميا تيشدها من شعرها ويجرجر بها الارض ويبدا قتل فيا نقتل فيك، هاك بالك هاك بالك هاك بالك، تيقتلها بالعصا تيزرك فيها، لدرجه ان الاستاذات كيدخلوا يفكوا، كتمشي غضبانه لدارهم كترجع عاوتاني، يخلي لها الوليد بالجوع، ما كيصرف عليه ما كيعطيه حتى شي حاجه، كيعطيها صلخه عاوتاني كترجع. شاف التعيات مسكينه، وملي قتلها عصا وقتلها بالجوع، هادشي كله باش تهز ولدها وتمشي في حالاتها. هزت الوليد ومشات في حالها، طلقات به ودازت، يعني كبرات البنية وعرفات الحاجة المزيانة من الحاجة العيانة، وخدات واحد الفكرة على الزمان شنو فيه، وتدور الأيام، ودابا الوليد ديالها بداو كيقريو في المدرسة فين كاينة هذيك الأستاذة، كيقريو في نفس المدرسة، يعني البنيتة كبرات ومشات تخدم على راسها، وها هو وليدها دابا دخل ربما المستوى الأول، وها هما كيقريو في نفس المدرسة، واش المستوى الاول والمستوى الثاني، المهم كيقرا في نفس المدرسه. العبره السيادي من هذه القصه ان كنتصاحبوا مع البنيات، كنتصاحبوا مع وليداتنا. اجي ولدي من يقول لك شي حد هكا حليوه، اجي نمشي لديك بلاصه خاويه، راه غيضحك عليك ولدي ويدير لك شي حاجه اللي ما مزياناش. ما تقولش يغتصب بنت راه ما يغتصبش ولد، راه كاين من الناس اللي مرات كيغتصب بنت يغتصب ولد، ما عندوش اشكال، هو اللي طاح في يده صافي ماشي مشكل. كنتمنوا القصه ديال هذه البنيته تكون فيها عبره للامهات بزاف، ردوا البال مع بنياتكم، ردوا البال مع وليداتكم.